عقدت نائب وزير الصحة والسكان الدكتورة عبلة الألفي عقدت اجتماعا لمتابعة منظومة الصحة الإنجابية في وحدات الرعاية الأساسية. خلال الاجتماع أكدت نائب الوزير على أهمية التكامل مع أنشطة أفرع المجلس القومي للسكان في المحافظات، والتي تنظم جلسات استماع للتعرف على المشكلات التي تواجهها المنتفعات خلال الحصول على الخدمة الصحية بالوحدات، ولا حصر الشائعات التي تعوق تنفيذ آليات تحسين الصحة الإنجابية.